والعملية تمت بنجاح، فرغنيها من 250 في وسطها الكل، فهمني؟ Simplement, le plomb je le poserai au sol, à peu près juste derrière moi, pour lancer devant moi. Pour être efficace, ce lancer, il faut le démarrer par le haut, point du sol vers le sol. بخير كيما شفتوا اليوم باش نمشيو نجربوا الماتيريال ديجا وباش نترناو على اللونسي نتاع السحف كاستين كيفاش نستعملوا الكنافاش نتاعنا ونستعملوا لو بلون باش نعملوا اكثر ديستانس باش نطيشوا بعيد. يحب لها اونترينمون، يحب لها معرفه، يحب لها بوزيسيون، ويحب لها مخدن الهف كيما نقولوا نحن بالتونسي والاستينس تستانس على ما جماعه في تونس ينجموا كل نهار سبت يمشيوا مره في الشهر ينجموا يمشيوا، لان يا خويا في اليوم عندنا واد ديجا ما عندناش بحر والمسجد نتاعنا نصطادوا كان مره في كي نمشيو فاكونس، دونك ماذا بينا نكونوا كي نمشيو نكونوا اكثر بيرفورمون كي نمشيو نعديو قيد فهمني نتاع مسجد. كيما تشوفوا نشوفوا في اللي بروفيسيونيل في اللي معناها اللي سيليكسيون تاع ليكيبات ناسيونال ولا اللي عندهم اقدميه في الدومين هذا نتعلموا منهم ونحطوا هذا في التطبيق، وان شاء الله اليوم باش تتابعونا نشوفوا كيفاش نعملوا لي لونسي نتاع السيرف كاستينغ اللي هما معناها فما برشا انواع من اللونسي، فما بوندولير، فما اوبوزي، فما سود افريكان، فما برشا انواع. نجربوا نحاولوا نلقاو لونسي اللي نحن نرتاحوا معاها ونجموا نعملوا بها نلقاو راحتنا مع الماتريال. هيا ربي معاكم وتابعونا في نهاير اليوم. بون حسيت وصلنا للبلاصه، ها هو الماتريال كنافاش، دونك هذا هو الواد. نشوفوا بلاصه باهيه، سينو نمشيو من شارع من غاديك، نمشيو من غاديك طقس باهي جميل من غاديك، راني فارغه تشوفوا فيها. نمشيو في الشارع هذيك جست نتعداو القنطره هذيا ونمشيو. هايا ها توتا لورستي. بون هنا زاد البلاصه هذيا ماهيش خايبه، من غير ما نمشيو من غاديك نجربوا ها ولا هنا نقعدوا لهنا فهمني. نورمالمون مريقله باهيه مسطحه وشنو باهي خاطر فما الشمس مقابل الدنيا بارده شويه، دونك الشمس تسخن شويه. هاي يا سيدي تابعوني. هيا نعاودو لهم هيا قريب ايش بدي يا معلم. جربنا فيها القصبة جديدة، جربنا فيها الموليني، جربنا الخيط، جربنا العقدة اللي عملناها النو داغاشي هذيك، شفنا كون الأمور كلها مريقلة. القصبة باهية تحس معناها ضربة ولو معناها ما فماش لا مسون ولا ضربة معناها معناش نصطادو، لكن الرصاص كي يخف ولا يغرق في الماء وتجبد تحس معناها رزنة خفة باهية في الأمور. الكنباشة مريقلة، الموليني مريقل،
فهمني؟ بالرغم معناها ماهوش الموديل اللي شرحت عليها، ما اللي شراني فيه هو البرومو السوم نتاعو، سوم كان مناسب وفيه دو بوبين، معناها زوز بوبينات انتر شانجابل تنجم تحط فيها، وذاك علاش عملنا بوبينه الاولى 30 سنتيم والبوبينه الثانيه عملنا فيها 20 سنتيم باش على الاقل تنجم ترمي بعيد، وان شاء الله ان شاء الله نرميه بعيد وان شاء الله نصطاد. التجربه اليوم عجبتنا مريقله، الكنابيش الماتريال مريقله حلو، اموره هانيه ان شاء الله في الصيف نعملوا جو.